بعد النبي ما هاجر من مكة وجي المدينة. هنشوف دلوقتي مع بعضينا أول حاجة المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. مكان ينور ده باب عثمان أو باب جبريل. بعد كده عندنا في باب مروان أو باب السلام. اسمي ابراهيم عبد العزيز عبد الرحمن، انا مراجع شرعي في قناه السلام عليك ايها النبي، مراجع تلاوات. المكان ده شغلانتي فيه او وظيفتي فيه ان انا بكل الزوار للمكان ده بشرح مجسم تقريبي لمدينه النبي عليه الصلاه والسلام وقت ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه المدينه. فيها بعض المعالم زي مثلا حجرات ازواج النبي، فيها المسجد النبوي الشريف، كذلك السقيفه لبني ساعده، مقبره البقيع، اماكن تواجد صحابه رضوان الله عليهم حول المسجد. فيعني مثلا كل ما يجي حد من الخارج بشرح له على المجسم ده عشان حتى يكون واخد فكره تقريبيه او كانه عايش جو وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. التقنية اللي استعرضناها اليوم هي تقنية الواقع الافتراضي باستخدام نظارات، تعتبر الأحدث من نوعها في نقل ومحاكاة للواقع. فتم برمجة وبناء جميع المشاهد في المشاعر المقدسة، الحرم النبوي، الحرم المكي، عرفات، الجمرات، مزدلفة، منى، بالكامل عبر هذه التقنية، بحيث أن تتيح للزائر أو المستخدم لهذه النظارة أنه يعني يكون نفس الإحساس كما لو أنه موجود في نفس المكان. الجميل في الموضوع هذا أن الحركة تتم كما الحركة الطبيعية، أنه المشي، فالأبعاد نفسها موجودة بنفس الأبعاد الحقيقية اللي موجودة في الحرم الحقيقي، فالتنقل والإيحاء اللي يعطيك إياه كما لو أنك موجودة في نفس المكان. التقنية بشكل عام موجودة كتقنية الفي آر، الجديد هنا هو التحكم في الحركة، هو الجديد لأول مرة يعرض وتم عرضه في المعرض هذا لأول مرة. الحرير يجينا من ايطاليا، والسلك هذا من المانيا، سلك فضه مطلي بالذهب، وهذا قطن يجي مطبوعه ونحشاه بالقطن ونشتغله زي كذا. الحزام 16 قطعه، الباب 5 قطع، الصمديه 4. هذه تركب فوق الحجر الاسود دي، تكبيره هذه، الله اكبر، فوق الحجر الاسود تركب هذه. الثوب كله 9 شهور يكون جاهز، الثوب كامل جاهز 9 شهور. يركبون يوم عرفه، الوقف في عرفه يتركب ثوب جديد، من بعد الفجر الساعه 9 10 تكون الثوب كله جاهز.